تغير المناخ هو من أكبر التحديات اللي عم نواجهها اليوم. متوسط درجة الحرارة بيتقدر ب 1.1 درجة مئوية فوق مستوياتنا قبل العصر الصناعي، وعم بيأثر سلباً على كل دول العالم. الحد من الارتفاع بدرجات الحرارة إلى ما دون الدرجة ونص مئوية مثل ما منصوص باتفاقية باريس أمر صار ملح، بس بيتطلب استثمارات ضخمة. لهيك عام 2010 تم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ أو الـ Green Climate Fund، وهو أكبر هيئة ممولة متعددة الأطراف، هدفها مساعدة البلدان النامية على تخفيض الانبعاثات والتكيف مع تغيير المناخ. بلبنان، وزارة البيئة هي صلة الوصل مع الصندوق الأخضر للمناخ لتمويل المشاريع الخضراء بلبنان. بلبنان، وزارة البيئة هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنياً لمكافحة تغير المناخ، يلي هي خطة وطنية بتهدف لتخفيف الانبعاثات، تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتأثيره السلبي على الاقتصاد والصحة وسبل العيش. تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ هو واحد من أهم الموارد الرئيسية لإنجاز المساهمة الوطنية وأهدافها. وزارة البيئة هي الهيئة الوطنية المعتمدة يلي بتشكل نقطة التواصل بين لبنان والصندوق لتمويل المشاريع الخضراء. المسؤوليات للهيئة المعتمدة بتتضمن إنشاء القاعدة المؤسساتية للصندوق بلبنان، تأكد أنه المشاريع المقترحة تستجيب للأولويات الوطنية، إصدار كتاب عدم اعتراض عليها، متابعة تنفيذ المشاريع مع الأطراف المعنية، وتطوير برنامج وطني بيتضمن مشاريع ذات أولوية للبنان من أجل الحصول على التمويل من الصندوق الأخضر للمناخ. إذا كان المشروع المنوي تمويله من الصندوق الأخضر للمناخ بيتناول تخفيف الانبعاثات من توليد الطاقة، النقل أو الصناعة، تحسين السلامة الصحية والغذائية والمائية، قدرة البنى التحتية والمباني على التكيف مع تغيير المناخ، أو موضوع النفايات والأحراج واستخدام الأراضي، لازم يستوفي المعايير التالية: تحقيق تحول نموذجي، يعني تغيير أساسي وعلى المدى البعيد، ويكون قابل للتكرار على نطاق واسع، تلبية الضمانات البيئية والاجتماعية لمنع أي أثار سلبية على البيئة والمجتمع مرتبطة بتنفيذ المشروع، وأخيراً تأمين المساواة الجندرية، يعني التأكد أن المشروع بيفيد النساء والرجال بالتساوي وبيضمن المشاركة الجندرية بكل النشاطات. إذا كان عندك فكرة مشروع بترغب تمويلها من خلال الصندوق الأخضر للمناخ، قدم الفكرة للهيئة الوطنية للصندوق الأخضر للمناخ أي وزارة البيئة للتأكد أنها بتستجيب للخطة الوطنية ولحاجات لبنان. قدم طلب التمويل عبر إحدى المؤسسات المعتمدة، أو قدم طلب لتكون أنت مؤسسة معتمدة. لمزيد من التفاصيل على كيفية تقديم الطلب اتصل بوزارة البيئة. حول فكرتك إلى مذكرة تصميم للمشروع للحصول على تعليقات الهيئة الوطنية والصندوق الأخضر للمناخ. حصل على كتاب عدم اعتراض من الهيئة الوطنية المعتمدة كبرهان دعم وطني لمشروعك. قدم اقتراح تمويل متكامل بيستوفي معايير الصندوق الأخضر للمناخ الاستثمارية، وأخيراً انتظر موافقة الصندوق. القطاع الخاص شريك أساسي بكل المشاريع اللي بتقارب التغير المناخي وبتكافح التغير المناخي، والتزامه أساسي، لأنه التزام القطاع الخاص بيخلي لبنان يحصل على استثمارات كبيرة موجودة حالياً في العالم. هيدي الاستثمارات ما ممكن نحن نحصل عليها إلا عبر التزام القطاع الخاص والتزام الدولة اللبنانية. عم نحكي عن مئات ملايين الدولارات موجودة في الخارج ممكن تساهم بإعادة تعافي الاقتصاد اللبناني على أسس بتراعي البيئة وبتراعي طريقة مكافحة التغير المناخي. أدوات مالية عديدة متوفرة للقطاع الخاص عبر الصندوق الأخضر للمناخ، مثل التسهيلات الائتمانية، قروض ميسرة، القروض الطويلة الأمد المنخفضة الفائدة، المنح، أدوات التخفيف من المخاطر وغيرها. اليوم عندنا فرصة كتير مهمة لإعادة بناء اقتصادنا، مناطقنا، مجتمعنا على أسس الاستدامة، التعافي القادم للبنان. وإن كان عم يتعثر ببعض المحلات، هذا التعافي قادم
وهذا التعافي لازم ينبنى على أسس الاستدامة. ولما نحكي أسس الاستدامة نحكي على تعزيز واقع البيئة ومقاربة القضايا البيئية على طرق جديدة. عم نحكي عن كل هذه القطاعات اللي عانينا منها لسنوات طويلة. ولهذا الموضوع يصير في لبنان يحصل على كثير من الاستثمارات الموجودة إن كان عبر الصندوق الأخضر للمناخ أو عبر هيئات أخرى، وهذه بتعزز دور لبنان بعملية التعافي القادم. هذا التعافي ما ممكن يكون إلا تعافي مستدام، تعافي مبني على القضايا اللي تراعي أمور البيئة وبتراعي مكافحة التغير المناخي.